رجعنا لكم تاني يا احلى ناس في العالم في احلى فقره في العالم. النهارده معانا فود ستايلست اسمها شهيستا، جميله جدا، هتعمل لنا اكله بدويه. صح يا شهيستا؟ بالظبط. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله كله حلو. انا منيحه. هاي شهيستا، كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. يعني صراحه انا اول سؤال سالتك اياه قلت لك بدك تعمل اكل بدوي، ليش مش لابسه بدوي؟ المره الجايه. المره الجايه يعني فعلا الكونتنت تبعها الانستغرام دائما هيك بتلبس اللباس له دخل بالاكله اللي هي رح تقدمها. فاليوم ايش رح تعملي لنا؟ تحميره البدوي. تحميره بدوي. يلا جاهز؟ انا متحمسه قوي. هنقول المكونات بتاعتها. تمام. هنحتاج بس نحط الاول. يلا سخنيها. هو قفل ولا فاتح؟ لا ما فاتح. بس نقرا المكونات الاول. نبقى اقول المكونات قبل الطريقه. تمام. تمام. هنقول بقى المكونات. تحميره البدوي: لحمه متقطعه شاورما، تقطيعات الشاورما، بصل وطماطم وفلفل وقرنفل وجنزبيل وقرفه وجوز الطيب وملح وفلفل. بس بس هالقد بسيطه مكوناتها. بسيطه جدا. يلا الاكل البدوي بسيط عشان برضو الامكانيات الموجوده في ال... هنحط شويه زيت حلوين كده. الصحراء مش هتبقى كتير. هي بتشبه اكله عندنا بالاردن اسمها قلايه. احنا قلايه قلايه يعني بس بالجيم. في ناس بيقولوا لها قلايه بندوره او صاجيه. فنفس تقريبا هي قلايه بندوره اللي انت بتحبيها اللي انت بتقولي عليها. بس لا هي اغلب هيك زي الصاجيه. بس احنا البهارات بس فلفل اسود وملح بنحط عليها. ابسط. هنحتاج طبعا ان الطاسه تسخن كويس جدا. يا ريت نعلي صوتنا يا شهيستا شويه. جدا. تمام. هنبتدي بقى ان احنا نحط اللحمه. اوكي. صوت الطشه اللي بحبها عمرو. جدا بحب الصوت ده قوي، مزيكا بالنسبه لي. شهيستا ايش يعني فود ستايلست؟ نعم. ايش يعني فود ستايلست؟ فني تزيين الاكل. اوكي. تمام. لازم عشان نطلع صورة حلوة لازم يكون في عوامل مساعدة تساعدنا ان احنا نطلع شكل الطبق شكل حلو. اوكي. هلا يعني الشكل اهم من الطعم ولا الطعم اهم من الشكل؟ بالنسبة للفود ستايلست اكيد الشكل. انا بالنسبة لي بحب اطبخ عشان اصور صراحة. يعني العين بتاكل زي ما بيقولوا يعني. طب وهتزين لنا الاكلة دي النهاردة؟ هتعمل لها ستايلينج؟ للاسف ما عنديش بقى. اوكي. لازم هيك مره بنستضيفها كمان مره بتعملنا بس هيك ستايلنج لاكل. انت بتطبخه وهي بتعمل لك ستايلنج عليه. عمري ان شاء الله. صح. حطيتي دلوقتي الفلفل والملح؟ الفلفل. لا حطيت الفلفل بس. تجي بس ان انا اغير لون اللحمه، تغير لونها بس، وابتدي بعد كده احط البصل. هو ايه المكون الثاني اللي هناك للفلفل؟ فلفل وطماطم وبصل. طماطم. طماطم وفلفل. فلفل حراق. اللي انا مش شايفه هو الفلفل. صح. طب شايفه كلمينا عن موضوع اللبس ده. انت بتعملي ملابس تنكريه على الانستغرام على حسب الوصفه اللي انت بتعمليها. بتعملي اللبس، جات لك الفكره دي ازاي او امتى بدا الحركه دي؟ انا اصلا بحب عامه ان انا الفكره جات لي، انا بحب جدتي جدا. تمام. الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها. انا دايما بحتفظ بحاجتها. فالموضوع بقى جالي من كده ان انا عايزه احيي التراث. لا مش مش بتاعها انا عامه، فكره التراث نفسها خدتها من جدتي. فابتديت بقى ان انا اوسعها الفكره نفسها، وان انا البس بقى المحافظه نفسها. بلبس سيوي. حتى سوداني لبست. لبست سوداني. شفت كذا فيديو. طيب شهيستا بدي اسالك، شو يعني شهيستا؟ انت اسمك الاصلي هيك؟ شهندا. شهندا. اوكي. طب وليش شهيستا؟ انا خدت الفكره نفسها من انا اسمي بيدلعوني بيقولوا لي شاهي. اوكي. فانا جمعتها بقى شهيستا. شهيستا. هي الفكره جات لي كده. اوكي. انا فكرت اسمك قلت ايش يعني شهيستا؟ لا انا اسمي شهندا. بس اعتقد ان في ناس اسمهم شهيستا برضه. انا عندي واحده صاحبتي اسمها شهيستا. شهيستا. لا مظبوط، يعني اسم مميز. طلعت مع بعضيها كده. ده في جيل التسعينات تقريبا. صح. بالظبط. جيل التسعينات كده كان في شاهيناز وشاهينور وشاهيناز وشاهندا بنت عمتي اسمها شهناز. شاهيناز. بنت عمتي اسمها شاهيناز. لا وفي ماهينور وشاهينور. كمان. زي شهيره وبهيره. نفس الشيء يعني. اوكي. هلا ضفت البصل عليها. بس تدبل بس شويه، وبعد كده ابتدي بقى احط انكه بيها. اوكي. توابل. احط بقى القرنفل. اوكي. القرنفل قوي جدا، هو حاجه مكون خطير يعني، سلاح ذو حدين ومفيد كثير للاسنان. بس زيادته بالاكل مش منيحه. الايه ده اللي اتحط؟ والقرفه. بالقرفه والقرنفل. جنزبيل. جنزبيل. يا دوب هيك شيء خفيف. بتحط خفيف قوي. بس هنحط بقى الملح اخر حاجه. ماشي. ممكن اخد بس من دي طبعا. يعني صراحه في اكلات
منقذه انا بحكي لها. يعني لما الواحد يكون يومه طويل مثلا وراجع على البيت تعبان او مثلا ما لحقتش اطبخ للبنات، هاي من افكار الاكلات اللي ممكن تنطبخ هيك تك 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 على السريع. سريعه جدا هي يعني. عامه الاكلات البدوي كمان بتبقى ميزتها ان هي كلها في حاجه واحده. كل حاجه مع بعض، ما بيطلعش غسل مواعين بعديها. لا مش بس غسل مواعين، ما فيش بوتاجاز بعيون. ايوه هو حاجه على الحطب فهي كلها في حته واحده، لازم تبقى في حاجه واحده. طيب الاكله دي يعني بتخلص تقريبا في قد ايه؟ دي اقل من 10 دقايق بصراحه. فعايزين 10 دقايق اون، يعني ممكن نحط بقى الطماطم بس 10 دقايق. هي بس هي ميزه الاكلات البدويه هي بس تكنيك مش اكتر. يعني ممكن تكون سهله بس هي بتحتاج ان احنا كل حاجه بنديها وقتها في التسويق. يعني مش كل ورا بقى، يعني مثلا ممكن الشاورما، يعني ممكن الشاورما بتاخد كله على بعضه. لكن دي مثلا بتاخد وقت شويه، بنشوح الطماطم شويه، البصل شويه، بعديها بنحط الطماطم شويه، اخر حاجه بقى بنحطها الفلفل. تحفه فلفل كتير بقى. رندة بتشط قوي، اديها بقى براحتك. هي عن جد هي صاجيه زي اللي احنا صاجيه، لا راحت ولا اجت بجد. الاردن يعني كمان فيها قبائل وكمان طبعا. هي اكله بدويه يعني كمان بالذات اهل رم بيعملوها بطريقه رهيبه. يعني اهل ايه؟ وادي رم. وادي رم. الله. عمرك رحت عمرك جيتي على الاردن؟ شايفه لا. لازم تيجي وتعملي لهم هاي الاكله هناك ان شاء الله. رح تتخانق ومين اخذها من الثاني بعدين. طب دي منين صحيح؟ من مصر يعني؟ بدو اني منطقه؟ لا بصراحه انا مش عارف. لا مش عارف. اوكي طب ايه اكتر من يعني محافظه انت بتميلي للمطبخ بتاعها في مصر؟ انا بحب الاكل الاسكندراني قوي. اسكندريه؟ انت اسكندرانيه؟ لا بس أوكي. كان نفسي ابقى اسكندريه بجد. ايه ده حلو الكلام ده. ليش طيب؟ ليه فعلا؟ بحس ان انا روحي قريبه منهم حتى. لما عملت اللوكل اسكندراني دايما اسكندرانيه هم اللي بيشجعوني اكتر. اوكي كتير قوي يعني حسيت ان الموضوع حلو قوي. البحر جدا. خلاص هو البحر مين ما بيحب على فكره البحر. لو ما عجبتيهمش هم ناقدين لازعين. بس سبحان الله حبيني جدا يعني. الموضوع على التيك توك معايا حلو قوي قوي قوي. اخر حاجه طبعا بنحطها الملح. انا اسكندرانيه سفلتوني قبل كده والله. حطيت 7 في الكبده سفلتك. لا 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 هو اظن دائما اذا بتحط الـ اي حاجه مختلفه الناس بتتضايق. انه لا انت تعدي على التراث يعني او العادات والتقاليد. انا قلت ان هي على طريقتي، ما قلتش على طريقه الاسكندراني الاصلي. اوكي برضه ما سابونيش. لا حلو الاجتهاد بالاكل. طبعا. يعني مثلا انا على الجاج بحط 7 يعني بحسه بخليه جوسي بضل جوسي. هاي الحركة تعلمتها من حمات أخوي تخيل. رهيبة أنتي عايدة. هاي أنتي كده تحية. هاي أنتي إحنا كده خلصنا. بتحفة تمزح يا لدي زي بقى. ممكن إحنا نزقها على جنب كده بعيد عن النار عشان هي كده سؤال. هي تغميس صح؟ نغمسها. هي تقدم مع عيش ولا تقدم مع رز؟ ممكن عيش ممكن رز بسمتي أي حاجة نحبها. وهي أوريدي فيها خضار وفيها لحمة وجاهزة على الأكل كل حاجة يعني شايفه. طب زي هيك طبق بس قبل هيك عندي حب فضول. بس زي هيك طبق كيف ممكن تزيني هيك بس هيك قولي لنا بالحكي. اوكي انا بقى بحب اعمل سيت اب كامل. اوكي تمام. لو انا بقى على الطريقه البدوي احط شويه رمله. ايوه بدون احط شويه رمله في البورد بتاعتي. شويه زلط. يعني احاول ان انا اقرب المود من الطبيعه نفسها. الواحد عم ياكل بنفس المنطقه اللي الاكل جاي منها من الطبيعه نفسها. يعني بحب ادمج الحاجه بالطبيعه اللي انا شايفاها بنفس الاكله بالظبط. انا حتى عملت الفكره دي برضو في المود البدوي. حلو كثير انه كيف هيك بيكون في دائما كل واحد عنده حته ابداع. خلينا نحكي بالشغله اللي بيعملها. يعني جهزت شرفتينا ونورتينا بهو وهن بطريقه مو عاديه صراحه. عن جد نورتينا بجد يا شايستا. وريحه الاكله ريحتها حلوه قوي. التوابل كمان لذيذه. بس قبل ما اختم معاكي انا حابب اسالك عايزه تروحي فين بالفود ستايلنج؟ يعني نفسك مثلا تبقي اشهر فود ستايلست في الوطن العربي والحاجات دي نفسي. ولا هتكملي في الفود بلوجينج؟ لا انا اصلا عامه انا بحب الستايلنج. انا بحب ستايلنج الاكل يعني. طب ايش اكتر اكله بتحبيها؟ بتحبي تاكليها وتذوقيها؟ انا ما بحبش يعني انا اوريدي بحب الطبيخ بس انا بحب اطبخ علشان اصور وعشان ستايلنج الاكل وكل حاجه بس مش. طب اكتر اكله بتحبيها فعليا؟ حاجه ما كنتش متوقعه ان انا ممكن اكون بحبها اصلا هي الكوارع. شفتك عملتها بطريقه شعبي. ايوه كنت لابسه عبايه سوداء ساش رز دهب بقى وكده فسمعت جدا برضو مع الناس بطريقه حلوه قوي. وهي ست تحبيها؟ حبيتها بطريقه حلوه قوي وكان طعمها تحفه. والله. طيب اكتر اكله بتحبي تزينيها؟ لا هو كل الاكلات. بتحبي البرجرز مثلا؟ بتحبي كل حاجه بحب يعني اصل ده العالم بتاعي. مثلا لو عملتي دعايه مثلا
ماركة فراخ أحسن ولا المطعم برجر؟ بالنسبة لك أنهي اللي تحبي تشتغلي فيه أكتر؟ الاثنين، بس أنا طماعة قوي. أيوة أنا بقولش طموحة قوي لا. بس مثلاً يعني مثلاً إن أنت تقعدي تسشوري الفرخة، ده بالنسبة لك أنت لأن الفرخة بتتسشور. أيوة أيوة. إيش تتسشور يعني؟ هي عشان يخلوها لونها بني. هي تبقى نية تماما، بس في سشوار كده بتاع الفود ستايلينج بيسشوروا وخلاص الموضوع بتبقى. والله انا مره شفت على كيف انه الدعايات بتكون على التلفزيون انه بيستخدموا شغلات ما بتتاكل طبعا، فيك يعني زي الدهان تبع الشوز بعيدا عنكم اكيد، يعني بيستخدموا اشياء غير قابله اصلا للاكل المسمم عشان يطلعوها بالشكل اللي احنا بنشوفه. هل عمرك عملتي هذا الشيء؟ لا انا عامه كل حاجه بستخدمها بتتاكل طبيعيه بجد؟ يعني كل حاجة كل حاجة تستخدمين بينفع تتاكل؟ يعني أنا أصلا ده أكتر حاجة ميزتني، إن أنا حتى لما نزلت صورت مطاعم الحمد لله كل حاجة يعني ظبطت معي بسبب الموضوع ده. لأنه بتعمله بشغف كل حاجة عشان هيك. طيب وسؤال تاني معلش، هلأ أنا اللي طماعة مش أنتي عشان جاهزتها. طيب هلأ مثلا خلينا نقول أنه أنتي اشتغلتي كل الأنواع والأشياء، هل أنتي بتحبي ترسمي يعني بطبيعتك اللي خلاكي تختاري أنك تصيري فود ستايلست؟ هل عندك جانب فني؟ لا أنا بحب أتخيل الوصفة اللي أنا بعملها، بحس أن أنا بعملها بإحساسي وبأفكاري. يعني أنا بعمل أفكاري غريبة. إيش برجك؟ جدي. جدي عاد جدي مش هيك انا. لا مش هيك خالص. واليوم كنا عم نحكي عن الابراج، لازم تشوفي كمان اكيد. كان هيك معنا الدكتور رئيف، حكى عن توقعات الابراج لهذا الشهر وحكى عن جدي اشياء حلوه اسمها. طب قال حاجه على السرطان؟ طيب والله حكى اشياء منيحه. ما جابش سيرتي؟ ما قالش حاجه ابدا. ما كانش نفسه؟ لا ما عطيناهوش مجال. والله انا زعلان منك، لانه انا في الفقرات اللي بيبقى فيها ابراج بجيب سيرتك، بقول طب برج العقرب وبقول زميلتنا وبهزر عليك وبجيب سيرتك. ما جبتيش سيرتك؟ ما انت بدك تقول زميلتنا العقرب، انا برجي عقرب بتنمر عليا يا عشان. على الاقل بجيب سيرتك، انت محتيني. لا والله حرام، حكيت لما حكى عن السرطان قلت هذا برج عمر. اشوف الحلقه هشوف اتفرج، اذا لا اعمل لي بلوك. بالظبط. عايز ارجع لك تاني في موضوع. طب انت بتقولي ان انت مش غاويه قوي طبخ، بس بتطبخي عشان الفود ستايلينج. انت مثلا فكرتي على السوشيال ميديا ان انت تنتقلي شويه للوصفات عشان تقدمي نفسك كفود ستايلست، بعدين شايفه ان الفود بلوجينج ممكن يجيب مثلا انتشار، فبعديها تقدري تقولي لهم تاني ان انا فود ستايلست؟ يعني كان مدخل ليكي؟ هو ده فعلا. طب احكي لنا عن الموضوع ده اكتر. هو انا في الاول حبيت ان انا اعمل فيديوز ان انا اعلم ستايلينج وكده، حسيت ان الناس مش متقبله الفكره. انا واحد مش هيطبخ بيته يقعد يعمل ستايلينج، يعني بده شيء يكون اقرب للواقع. انا عملت بقى فكره اللي هو المود كامل، اللي هو بعمل كاني بعمل فيلم. هما حتى بيقولوا لي احنا بنحس احنا بنتفرج على فيلم مش فيديو. فالناس بقت تحب تدخل، حتى في ناس بتقول لي ان احنا مش بنتفرج في تفاصيل الاكله قد ما بنشوف انت بتعملي ايه. اوكي. على الديكوريشنز اللي انت عم تعمليهم. طب من وين بتجيبي هاي الافكار؟ مش عارفه، انا بتجيلي كده. انا بقعد والله بقعد افكر كده واقوم لازم اعمل فكره في ساعتها عشان تظبط معايا. طب ومن الاكلات التراثيه ليش بتختاري التراثيه؟ الاكلات التراثيه عشان انا كنت متعلقه بجدتي جدا. زي نفس الجواب. الموضوع الله يرحمها، اثر فيكي كثير جدا. هو الموضوع فعلا جالي من هنا. الله يرحمها ان شاء الله. وزي ما بقولوا هيك تصيري مبدعه اكثر واكثر، والناس اكيد تترحم عليها. يعني جاهزه فعلا فعلا ريحه الطبخه هنا. انا عاوز اكل. في عنف وفي قرفه وفي حركات في بهارات. شرفتينا عن جد، نورتينا كثير، انبسطنا بوجودك ومبسوطين كثير بالفيديوز اللي عم تعمليهم. فعلا كرييتيف كثير، جميلين جدا زي روحك. شكرا. ميرسي زهير، نورتينا بجد يا شهيستا، وربنا يوفقك وكملي في اللي انت بتعمليه عشان هو لذيذ جدا. يا رب. ميرسي. النهارده كانت معانا الفود ستايلست شهيستا، وكمان طبخت لنا اكله بدويه حلوه جدا. يا رب تكون الحلقة النهاردة عجبتكم، وما تنسوش تتابعونا كل يوم على قناة المحور. فهو هنا.